أنتم مع صدى الملاعب اللي مبارح كان اسمه صدى العرب. الحقيقة يعني يوم 18 ديسمبر اللي هو اليوم الوطني لدولة قطر وأيضا اليوم العالمي للغة العربية، في هذا اليوم اختتمت واحدة مش واحدة أجمل وأحلى وأغلى كأس للعرب عبر تاريخها من عام 1963 اللي هو العام اللي أنا ولدت فيه وتوجد في تونس، والآن بعد 58 سنة توجت الجزائر. وأنا حابب حقيقة أشكر شخص لا يريد أن أشكره لأنه إحنا لما غطينا البطولة عبر صدى العرب كان لهذا الشخص، هو يعني الحقيقة كل الشكر لك أخي ناصر الخليفي رئيس قنوات بي إن سبورتس اللي هو ما بيحب ينشكر أبدا، لكن حقيقة كل الشكر لك، كل الشكر لبلادك، كل الشكر لبي إن الحقيقة كمان غطيت بطولة ولا أحلى، ما هو بغريب عليكم لكن التعاون بيناتنا حقيقة أنا أشكرك عليه.